بكم من جديد في تغطياتنا المستمرة من الأيام الفضائية حول محور المقاومة والانطلاق والقوة الجديدة للمحور، وأكيد بصدد هذا الموضوع في بغداد الكثير من التظاهرات والتي تدين استشهاد السيد حسن نصر الله. راح أكيد نبدأ بالتظاهرة من بغداد مع مراسلنا، لكن قبل ذلك أكيد في التغطية ضيوفي راح يكون ضيفي من الاستوديو الأستاذ أحمد المياحي باحث بالشأن السياسي، أهلا بك. أهلا وسهلا. والدكتور فوزي العلوي من تونس محلل سياسي. نبدأ وياكم مشاهدينا الأحبة بعد الفاصل. أكيد مثل ما نوهت قبل قليل مظاهرات تدين وأكيد لاستشهاد السيد حسن نصر الله قوة موجودة في كل مؤمن وكل مسلم وكل مؤيد لهذا الحزب والإسلام ورفعة الدين، أكيد يظهر اليوم في الشوارع لتعزيز هذه القوة. معنا المراسلنا من بغداد شيبان سامي، أهلا بك. شيبان صف لنا الأوضاع وفي خلفك متظاهرين، ما هي نداءاتهم؟ ما هي متطلبات المتظاهرين الآن؟ نعم، يعني أبرز النداءات التي أطلقها المتظاهرون في العاصمة بغداد وأيضا المحافظات العراقية اليوم هي تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق، وهي تستنكر الاعتداء الصهيوني الذي استشهد من خلاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هذه اليوم هي الاستنكارات في جميع أو أغلب المحافظات العراقية تستنكر هذا الهجوم الصهيوني الغاضب، يعني الذي طال هذه الاستهدافات الأبرياء والمدنيين العزل في الضاحية الجنوبية. نتحدث اليوم عن المظاهرة في العاصمة بغداد، خلف يقف مئات المتظاهرين لرفعوا شعارات هي تندد بوجود المحتل الأمريكي في العراق وطالبوا بإخراج المحتل بالسرعة القصوى، إضافة إلى ذلك بأنه حاولوا التقرب أكثر إلى السفارة الأمريكية للتظاهر أمام السفارة الأمريكية، لكن قوات مكافحة الشغب منعت اقترابهم أكثر إلى المنطقة الخضراء. يعني كما تشاهدون خلفي هناك يعني آلاف من المتظاهرين يتواجدون يستنكرون ما حصل، وأيضا اليوم هي كانت فاجعة لكل الأمة الإسلامية وخصوصا نعم. على وجه الخصوص الشعب العراقي المساند للمقاومة الإسلامية والمساند للشعب اللبناني، وما حصل على الشعب اللبناني هو اليوم يحصل على جميع الشعب العراقي في بغداد، في البصرة، في أيضا بقي المحافظات هي اليوم تخرج للتظاهر استنكارا لما حصل. نعم. خلفي كما تشاهدين يعني اليوم هناك تظاهرات كبيرة على الجسر المعلق باتجاه السفارة الأمريكية. يعني كمان إذا تسمعني المتظاهرين وأنا أتحدث معهم هي نعم. بالضرورة أن تخرج القوات الأمريكية بأسرع وقت ممكن. نعم، أبناء الشايب مثل ما تفضلت موجودين من خلفك اليوم. أني انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الهتافات من ضمنها مقابل ما قدروا لك هل ودوا لك طيارات. اليوم التاريخ يعيد نفسه شيبان، وأكيد هم يشبهون الموضوع بمقتل الحاج قاسم والحاج أبو مهدي المهندس. نعم تفضل. نعم نعم، يعني أولاد الشايب اليوم هم حاضرين بقوة، اليوم كل الناس يعني خصوصا ليس جميع العراق، يعني شاهدت حتى نساء متواجدين في هذه التظاهرات. اليوم هو هذا اليوم يعني يذكر باستشهاد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني. هذه الفاجعة يعني اليوم هي أدمت قلوب كل المسلمين وخصوصا العراقيين. اليوم الكل يتواجد هنا من أبناء الشايب ومن المواطنين العراقيين، هم اليوم رافضين لما يحصل في لبنان وفي جنوب لبنان بالتحديد من إبادة جماعية. اليوم هناك استنكارات كبيرة وواضحة على الشعب العراقي. اليوم جميع مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تستنكر وتضع صور الحداد، والعراق أيضا يعني رفع الحداد لمدة 3 أيام. يعني هذه المواقع التواصل الاجتماعي اليوم هي كل يعني جميعها مؤيدة للتظاهرات التي تحصل ومؤيدة لكل القرارات
العراقية التي هي اليوم تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق. الجميع يعلم بأن القوات الأمريكية وما تفعله من اعتداءات متكررة على أرض العراق، واليوم هي أبرز المطالب كما ذكرت. وأنا أتحدث مع المتظاهرين بأنهم بضرورة ويعني يؤيدون الحكومة ويؤيدون كل القرارات الحكومية التي هي تساعد على إخراج القوات الأمريكية من العراق. طبعا دا لاحظ خلفك شيبان انه المتظاهرين واقفين كانما الساعه العصر مو بالليل، يعني مستمرين لوقت متاخر، تشوفهم دا ينسحبون ام يزدادون، وشنو الوضع؟ نعم هناك استمرار بساعات طويلة، وهناك أيضا توافد لحد هذه اللحظة، هناك توافد بدأت تدخل إلى أماكن التظاهرات، وهناك سوف تكون استمرارية للتظاهرات ربما إلى ساعات متأخرة من الليل لوصول الرسالة، وبأن هذه الرسالة يعني طالبوا بأن تصل على بالبداية على الحكومة اليوم أن تتخذ قرار صارم وشجاع بما يحصل في جنوب لبنان، وأيضا يؤيدون بأن تكون الحكومة لها موقف جاد وحاد حول القوات الأمريكية. توافد كبير وأعداد كبيرة بدأت تتوافد، وهناك سوف تكون أيضا لساعات متأخرة من الليل أيضا سوف تكون يوم غد أيضا تظاهرات للدخول إلى السفارة الأمريكية، لكن اليوم هي القوات المتواجدة هنا منعت أكثر من مرة التقدم أكثر أمام السفارة الأمريكية للوصول لإيصال الرسالة بأن اليوم أبناء الحشد الشعبي وأبناء المقاومة هم متواجدين ومساندين للمقاومة اللبنانية. سنعود لك شيبان مراسلنا من بغداد في موقع التظاهرات المدينة لاستشهاد السيد حسن. أستاذ أحمد أرحب بك من جديد، بالبداية نعزيكم باستشهاد سيد المقاومة اليوم، كيف تلقيتم أنتم الخبر شخصيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نعجيكم ونعجي أنفسنا والأمة الإسلامية وكل الأحرار بالعالم في يعني هذا المصاب الجاي، استشهاد يعني سيد المقاومة وسيد الأحرار في العالم حقيقة سيد حسن نصر الله. لكن بالوقت نفسه بما أنه يعني هو طريق المقاومة هو طريق الشهادة، علينا لا نستغرب أنه انه لا حياته دائمه ولا يعني شاغر يبقى دائما شاغر ابدا. بالتالي انا اعتقد يعني هناك سوف يكون متغير كبير وهو متغير ايجابي. شو نناقش بهدوء؟ نعم. اولا في حرب 2006 كان انقسام داخلي في داخل لبنان. نعم. مع المقاومه ومع ضد المقاومه. بالتالي كان يعني هذا الجزء اللي كان مع المقاومه يدعم نوه استاذ احمد هذا الانقسام بفعل امريكا صهيوني، ما متفق عليه هذا يعني. نعم. يعني وقبل ان يكون امريكا والصهاينه كان في احد الدول يعني البيزنطيه هم ايضا شقوا الاسلام الى اخره. نعم. بالتالي هذا يعني عمليه يعني جزء من تاريخنا الاسلامي المظلم. المهم، وبالتالي انا اعتقد الان العمليه والبوصله تغيرت. في عام 2006 كان نصا يعني بارعا اقره القرار 1701 قرار مجلس الامن الدولي عندما حدد تحديدا يعني وضع حزب الله امام دوله اسرائيل. نعم. وبالتالي اعتراف ضمني وشكلي قانونا ان من يقاوم ويدير المعركه وراس الرمح هو حزب وليس دوله، امام دوله كيان الكيان الصهيوني، وهذا اعتراف ضمن القرار. وعلى هذا الأساس المقاومة تستند شرعيتها من ميثاق الأمم المتحدة بالمادة 51. كل هذا يجعلنا نقول أن هذه الحالة هي حالة طبيعية جدا، باعتبار نحن جئنا لطريق الشهادة. صحيح. لم نأتي لكي يعني نتمتع ولم نأتي لكي يعني نعيش في حالة رفاهية. هو السيد طول حياته بخطاباته أنه هو يرى نفسه شهيد ويتمنى الشهادة. أكيد. بكل محرم السيد حسن هو أيضا يقرأ المقتل وهو يتمنى الشهادة، وهذا هو طريق الأحرار، هذا متفق عليه أستاذ أحمد. نعم. أكيد. إذا جهز مخرجنا الدكتور فوزي العلوي من تونس، محلل سياسي، أهلا بك دكتور فوزي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. عظم أجور كل الشرفاء وكل الإنسانية والسائرين على طريق الحق. نعم، أكيد هذا هو طريق الأحرار، طريق الشهادة. أنت من تونس، كيف هو الوضع هناك والصمت العربي؟ وأكيد
كثير يعني من الدول مثلا صرحت الآن وتكلمت، راح نجي عليها بالترتيب، لكن كتونس كيف هو الوضع وتلقي خبر استشهاد سيد حسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخبر الصاعق قد نزل على قلوبي وعقولي وأرواح كل شريف تونسي منزلة مقاتلة، وكل التونسيين بكل شرائحهم وأعمارهم وتوجهاتهم السياسية ونخبهم وعمالهم وفلاحيهم ونسائهم وشيبهم وشبابهم، هناك إجماع داحق في الساحة التونسية برفض هذه الجريمة وبإدانتها وبالتعبير عن دعمهم لخيار المقاومة ولخيار التحرير. ولا ننسى أن تونس الشعب وتونس التاريخ مثلت رافدا أساسيا في دعم القضية الفلسطينية، وحتى أن تونس الرسمية عندما تم في إطار جامعة الدول العربية تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، فإن تونس قد اعترضت على هذا الموقف وأخذت هذا القرار. نفس الشيء يتكرر مع تونس اليوم، مع تونس الرسمية اليوم مع تحول 25 جويلية، فإن القيادة السياسية اليوم هي مصرة على اعتبار أن التطبيع هو خيانة عظمى وجريمة بحق الإنسانية، وعليه فإن الولاء للمقاومة والدفاع عن المقاومة هي سمة تونسية، وهي أيضا خصلة مطبوعة داخل كيان كل تونسي أبي. تلقينا إذن ونزلنا إلى الشوارع وعبرنا عن تنديدنا ورفضنا وولائنا للمقاومة ولخيار التحرير والتحرر الكامل. كانت أكو تظاهرات في العاصمة تونس اليوم؟ نعم، في نزلت في المدن الكبرى تظاهرات، وأبرزها في الشارع الرئيسي شارع الحبيب بورقيبة، ونزلت في ثاني مدينة في صفاقس، وفي العديد من الدول. إذن الشارع التونسي يعني هو شارع حياة حركي، شارع مؤيد للمقاومة ومساند لها، حتى أن بعض الأطراف التي كانت تحتمي بزيف التأويل المذهبي والطائفي إنما انكفأت إلى نفسها وعاد إلى جلها رشدها. ونحن بالتالي نعتبر أن هذا الموقف الجلل إنما هو موقف جامع يجعل من هذه الدماء الزكية خيارا استراتيجيا، وأن الانتقام لسيد المقاومة لا يكون بصليات صاروخية ولا بهجومات هنا وهناك، بل إن المقابل الطبيعي لهذا الرمز لهذه القيادة الاستثنائية إنما يكون بتحرير فلسطين بالكامل وبوضع حد لهذه الغدة السرطانية وإراحة الإنسانية من هذا العبث. نعم. والفوضى والغرائزية. طبعا استاذ او دكتور فوزي، من مصر التيار الناصر الموحد اليوم صرح ان المقاومه هي الممثل الشرعي الوحيد للامه العربيه وهي المتحدث الرسمي والاوحد للشعب العربي وما دونها باطل. ما هو تعليقكم؟ ونحن كذلك، نحن كذلك في تونس كل العائلات السياسيه من قوى يساريه وقمع عروبيه والناصريه وقوى اسلاميه إنما هي في كل ما صدر عنها من مواقف رسمية هي منددة ورافضة لهذه الجريمة ومؤيدة تأييدا مطلقا دون حساب ودون قيود لخيار المقاومة ولحزب الله وللمقاومة الإسلامية بل ولمحور المقاومة الشرفاء أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان والمقاومة الإسلامية حماس والجهاد في فلسطين والحشد الرباني في العراق ومن ورائهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا الشعب التونسي بل منطقة شمال إفريقيا إنما هي منتفضة لصالح المقاومة وهي منتصرة لهذا الخيار، وأنه لا مستقبل للتطبيع ولا سبيل
إليه في نفوسنا وفي شعوبنا بل وفي حكوماتنا. نحن نسجل عاليا الإدانة الرسمية للدولة التونسية، ونسجل عاليا التأييد الرسمي والشعبي الكبير والمطلق للمقاومة. وبهذه المناسبة الأليمة، فإن الشعب التونسي بكل أطيافه كما ذكر وبكل قواه الحية إنما تعبر على نحو نسجل فيه إجماعا شعبيا على تأييد خيار المقاومة والانتقام للدماء الزكية لقوافل الشهداء. سأعود لك دكتور فوز العلوي. أستاذ أحمد، يعني قوى المقاومة اليوم بعد استشهاد السيد أكيد زادت عزم وقوة، واليوم زفت السيد هي باعتبار مثل ما تفضلت بداية الحديث أنه هذا الطريق هو طريق الأحرار، هو الشهادة كان بيوم الأيام يتمنى هم القادة الفضل والأفضل ويستشهدون اليوم، فعلا هو طريق الشهادة هذه. طيب كيف تستعد القوى المقاومة للمرحلة هذه القادمة وكيف ستكون؟ وبشيء كما سوف نتحدث بشفافية وبصراحة مطلقة حتى نوصل يعني لمكمن الخطر وين. الكيان الصهيوني يعني يتغلب ويتفوق على كل هذه المنظومة بالدفاع الجوي بصراحة وبالقدرة الجوية. إذا تلاحظين كل الاغتيالات جاءت عن طريق صواريخ أو طائرات، بالتالي علينا نحن كمحور مقاوم أن نقوم بتطوير وتنظيم ودخول في عالم التكنولوجيا العالية للدفاع الجوي. يجب أن يكون هناك عملية تواجد بقوة الردع. أنت لا تلاحظين جنابك الكريم، قامت الأمة بأكملها لأن الجمهورية الإسلامية تحاول أن تنشئ يعني مفاعل نووي، لأن هذا المفاعل النووي إذا ما يعني رأى النور سوف يكون هناك عملية تواجد بالردع الاستراتيجي. احنا سمرين ردع استراتيجي، احنا على اقل تقدير يكون عملية توازن. احنا حتى نناسب العراق، احنا ما عندنا يعني دفاع جوي يتناسب مع القدرات الاسرائيلية والامريكية. بمعنى اكثر دقة، شو وقت ما تريد هاي الدول تحتل العراق جوا ممكن تسقط الجو، اما على الارض موضوع اخر، لدينا جنود ولدينا يعني مقاتلين اشداء. هذا هو اللي احنا نقول عليه بالمرحلة القادمة يجب ان يدرس دراسة مستفيضة. علينا أن يكون لدينا غطاء جوي يتوازن ويتساوى مع قدرات الكيان الصهيوني، لأن إحنا أغلب القادة هم اغتالوا بهذه الطريقة يعني بطريقة الجو. المقاومة عندهم فادي واحد، فادي اثنين، فادي ثلاثة، قادر واحد. نعم. والصواريخ البالستية. نعم. صاروخ من اليمن هز إسرائيل. نعم. وأكو للعلم طبعا المقاومة الآن مستمرة بدمار شامل في إسرائيل، وسائل الإعلام إسرائيلية 4 حرائق واسعة تشتعل في 4 مستوطنات، وأيضا مستوطنة بالقرب من القدس حتى كهرباء ماكو بيها، وبعد في إيلات ملحقة وحتى يطلقون صافرات الإنذار. إذن المقاومة اشتدت قوة الآن. المقاومة تقوم بفعل جبار وتقوم بفعل، أنت في ذلك الوقت كنت عمرك صغير لكن أنا يعني معايش هذه المرحلة، كانت تسمى ثورة الحجارة، يجمعون الشعب الفلسطيني حجارة وشموع الكيان الصهيوني. الآن القضية تغيرت، صواريخ وكورنيت ومطارات مسيرة وتقدم كبير، لكن يبقى فارق التوازن التكنولوجي كبير حقيقة، يعني إلى أن يعني تجهز المنظومة النووية بالجمهورية الإسلامية عند ذلك سوف يكون هناك عملية توازن استراتيجي. لكن هسه على مستوى التقنية والتكنولوجيا كل العالم، أمريكا، الغرب، كل هاي الدول هي تأتي بأعلى التكنولوجيا وتنطيها للكيان الصهيوني، في حين إحنا يعني كمحور مقاوم بإمكانيات ذاتية قوم التطوير. أنا لا أتحدث عن يعني حكومات، الحكومات العربية الآن في ظل هاي يعني الدماء التي تسيل وفي ظل هذا يعني النزعة العدوانية للكيان الصهيوني هناك صفقات بالمليارات. نعم. لكن هذه الدول العربية هل استطاعت ان يعني تدعم حزب الله مثلا او حركة حماس او محور المقاومة؟ ابدا. ولكنها نعم. تستطيع ان تقتل شعبها. انها تستطيع ان تدمر دول كما حدث في المملكة العربية السعودية عندما استمرت بحرب هوجاء ضد اليمن الشقيق، وكذلك تجمع كل اراضي العالم
وجمعتهم هذه الحكومات العربية لمقاتلة الحكومة السورية، وبالتالي هذه الأسلحة لا تجمع ولا تشترى. لكن بالنتيجة أستاذ أحمد اليمن عادت وسوريا عادت وستعود لبنان إن شاء الله بفضل رجال الله أولاً ورجال المقاومة أكيد أكيد طبعاً. نعم. ولا بفضل على بالمناسبة جزئية أنا أتحدث عليها، إحنا لحد هاي اللحظة ما سمعنا أنه الجامعة العربية دعت لاجتماع طارئ مثلاً. لكن لو إحدى الراقصات في مصر أو في إحدى الدول العربية تعرضت لحادث اغتيال، أؤكد لك أن الجامعة العربية سوف تجتمع. وهذه مفارقة بمعنى أن هذه الدول العربية وهذه الجامعة العربية حقيقة هي هم مشاركون في قتل الشعب الفلسطيني والشعب العربي. نعم. والشعب اليمني والشعب السوري والشعب العراقي. ألم يحاصر العراق 13 سنة من قبل الشعوب العربية؟ هذه المعادلة يجب أن تفهم. أما أنا أقرأ الحالة وأجامل على حساب هذه الدماء أبداً، على أقل تقدير أنا مجرد نظرة شخصية، يعني حتى ما أحمل قناة مسؤولية. أنا وجهة نظري الشخصية أن هؤلاء الحكام العرب هم من سمحوا للكيان الصهيوني بالتمدد، هم من زرعوا فكرة التخاذل في نفوس المواطنين العرب. إحنا إذا تلاحظين جنابك الكريم اليوم احتفالات في أدلب باستشهاد السيد، هذا منين إجى؟ هذه هناك يعني حقيقة مد إعلامي متصهين تسلل إلى أفكار الطلاب والأجيال الناشئة. هذه هي الحرب الناعمة. أحسنتي. بارك الله فيك. فعلًا وهم يؤسسون لها في كل الدول وحتى مست العراق. الله ينجينا ويحفظنا من هذه الحرب. دكتور فوزي العلوي، اليوم كيف تقرأ المقاومة بعد الهجمات المستمرة لحد هذه اللحظة هي أشعلت النيران في إسرائيل أو الكيان الصهيوني؟ هذه ليست هذا كما ذكرت ليس رد فعل، وإنما هي في إطار العمل اليومي الداعم لغزة. وبالتالي فإن الرد على هذه الجريمة النكراء الكبرى الاستثنائية لا يمكن أن يكون بصليات صواريخ وبإيقاف زحف هنا وهناك، بل إن الرد سوف يكون ردا في مستوى الحدث. نحن لسنا خبراء عسكريين بقدر ما أننا نستقرأ ما للمقاومة من حكمة ومن مرونة ومن قدرة على الفعل وعليه. فإن كما ذكر الشهيد القائد رضوان الله عليه سماحة سيد الشهداء سيد المقاومة حسن نصر الله، فإن الميدان هو الذي يتكلم وأنه كل الأبواب قد شرعت وعليه، فإنه لا يمكن بناء استراتيجيات إلا ميدانية، ولا يمكن تصور تطورات هنا وهناك إلا معسكرية. لذلك فإن الصوت هنا هو صوت للرصاص، وأن التحدي هنا هو تحدي الميدان وعليه. فلا يمكن لكل من هب ودب أن يقدم إلا من باب عاطفته ومن باب حبه للمقاومة ودفاعه عن شرف الأمة وعن فلسطين. أما البدائل فإنها ستكون بمستوى التحديات وترسمها عقولا راشحة حكيمة ميدانية تقدر الإمكانيات وتقرأ العدو وترسم الخطوات. لذلك علينا أن نتجاوز الشعبويات وأن نضع هذه المهام عند أصحاب الاختيار وأصحاب القرار، لأن القرار هنا هو ميداني. هذا أولا. ثانيا فإن وحدة الساحات ليست شعار مضاد، بل هو أرضية ميدانية جامعة مشتركة. نعم. عبرت ولا زالت تعبر، وهي تمثل بالفعل الأرضية المشتركة للفعل المقاوم العالمي في ضمن مرجعيته العربية الإسلامية. وبالتالي سيصوغ هذه القراءة الممكنة وسيرتب بيته الداخلي بعد هذا الزلزال. نحن ننكر أنه زلزال حصل اليوم، لكن أكيد فإن الفعل المقاوم هو فعل ليس ارتجالي ولا عاطفي ولا وجداني، بل هو فعل عقلائي، فعل تفاعلي ميداني. وأن من أبرز الدلائل على تصفية سيد المقاومة
باعتباره لا يمثل عقلا سياسيا فحسب، بل هو يقدم لنا صورة متكاملة للقيادة الأكمل. لذلك فهو يمثل خطر على الدعاية الصهيونية وعلى الرواية والسردية الإمبريالية الاستعمارية. من جهة طيب أخرى دكتور فوزي، إنه ليس أن نشير إلى الصهيوني وننسى الغرب، فالصراع هنا هو صراع مع الغرب بأكمله. هذا الغرب المتوحش الاستعماري، هذا الغرب الذي لا يراعي الحقوق ولا يراعي قيم ولا مبادئ، فهو منافق أفاك سفاح مجرم. وعليه فإن إسرائيل هذا الديان المؤقت ليس إلا قاعدة متقدمة، ولا ننسى هناك أكثر من 40 قاعدة تحيط بمحور المقاومة في الدول العربية وفي تركيا وعليه وفي طاجكستان وفي آسيا الوسطى. لذلك علينا أن نقر بأن حربنا ليست حربا ضربية مع بالوكالة مع العدو الصهيوني ومع وكلائه الوفدين الرجعيين من الأنظمة العربية المتغادرة في المنطقة، بل إن المواجهة اليوم هي في الأصالة مع الأمريكي ومع الغرب، وأن هذا الصهيوني لا ينجز إلا مهاما وظيفية محددة. والدليل أن تمويل أمريكي بالأمس 8 مليارات دولار تم ضخها في الخزينة الصهيونية، ثم أن الذخيرة الأمريكية والقنابل الأمريكية والطائرات ووسائل التجسس كلها أمريكية والماكينة الإعلامية. وعليه فإن حربا هي حرب مع الغرب. نعم دكتور فوزي سأعود لك. ومع أدواته الرجعية التكبيرية بالمنطقة. أحسنتم أستاذ أحمد، مثل ما تفضل الدكتور فوزي العلوي بأنه إحنا أمام قوة استكبار عالمية، ولابد من توحيد قوة الصف للقتال اليوم، يا أما تقاتل يا أما تصمت وتبتعد بدون زعزعة بدون خيانة بدون مساعدة وتطبيع وغيرها. طيب أنت قراءاتكم إحنا على المرحلة القادمة من معركة للعلم، أنه في مسيرات الآن، إحنا ما ذكرنا هذا الموضوع، في مسيرات اليوم هسه انطلقت من العراق ولبنان وحتى من أيضا يعني من المناطق المحيطة للبنان باتجاه الكيان، والكيان خائف. يعني شدي الكلمة فيما يخص محور المقاومة هو يعني ليس بجديد، عملية الاستنزاف لقدرات الكيان الصهيوني مستمرة، وكان رأس الرمح في هذا الاستنزاف هو حزب الله حقيقة، وكان يعني يقوم بعمليات عسكرية شبه يومية، وكذلك فصائل المقاومة المسلحة العراقية أيضا تقوم من خلال الطائرات المسيرة أو في بعض الأحيان حتى بعض الصواريخ سواء معلنة أو غير معلنة، أيضا الجبهة اليمنية. بالمجمل هذا يعني عمل بديمومة. الآن جنابك يتحدث عن ما هو القادم. القادم أنا باعتقادي كل ما تكون هناك ردات فعل يعني عفوية أو سريعة أنا أعتقد سوف تكون نتائج يعني غير دقيقة. لذلك التخطيط العسكري ينبع من التخطيط الاستراتيجي، لأننا نؤمن وندرك أن هؤلاء القيادات، كل القيادات اللي هي بالواجهة، هي مشاريع استشهاد، وبالتالي انا اعتقد يعني سوف لن يعني تكون ردات الفعل الفعاليه، لان احنا ما عندنا عركه مال عشائر. لا هي ماكو عركه، إعلام اسرائيل يقول تعرضنا هسه لهجوم من لبنان واليمن والعراق، وايضا في مستوطنات تحترق الان وانفجارات، لكن ملاحظه مهمه، الكيان يعتم اعلاميا عن ضحايا، بالنسبه لهم ضحايا. الخلل وين؟ يعني هسه القناة العربية مو عندها كاميرات داخل الكيان الصهيوني مثلا، ليش ما تنقل؟ لأنه هذا جزء من منظومة إعلام تغيب العقل العربي. أبسط شيء اليوم احنا في التفاعل على السوشيال ميديا منعت كلمة سيد حسن نصر الله ككلمة تكتب أو صورة للسيد. احنا كنا هسه احنا ما نعرف شنو، يعني ما عندنا خبرات بالهذا، أغلب مواقعنا تم إلغائها لأن وضعنا صورة سماحة السيد رحمه الله. بالتالي سيدي الكريمة احنا نقول محور المقاومة يخطط استراتيجيا، واحدة من هاي الأمثلة
تعرفون احنا 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 اعلام عادي وشرس. نعم يعني حقيقه شرس جدا. واحنا طبعا احنا ما عندنا حريه بالاعلام بالضبط. يقول لك ايش وقت ايران تقصف مثلا على سبيل المثال، هو مو حبا بالحسن بالسيد حسن نصر ابدا، هو عسى ان تتوسع المعركه وتدخل ايران كطرف مباشر اللي هي جمهوريه اسلاميه ما لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه قضيه حسب ما يدعون العربيين هي قضيه عربيه ومن ثم تاتي القضيه الاسلاميه. طيب ليش بتدعم باكستان على سبيل المثال؟ مهم دوله اسلاميه وتمتلك السلاح النووي، يعني عندها قوه ردع استراتيجي، ليش تطالب ايران ترد على اسرائيل؟ هذا هو الهدف من عنده، عسى ولعل ان تجر يعني الجمهورية الإسلامية إلى حرب ومن ثم تأتي كل دول العالم بقرار مجلس الأمن الدولي بأن تجتمع هذه الدول لتحطيم الجمهورية الإسلامية. هذا هو المخطط وهذا ما يطرح الآن بالإعلام. يعني ستبون تشوفين أحد المحللين يعني بالجانب الآخر المعادي هو مو حبا بالسيد أبدا، يقول لك وين جمهور إيران؟ ليش دفعه؟ ليش عافوه؟ يعني هذا لازم نفهمها. احنا واجبنا الان انا وجنابك وكل الاعلاميين اللي نعتبر نفسنا بمحور المقاومه علينا ان نوضح هذا المفهوم لهذه الاجيال. والا انت يعني مثلا احنا هسه احنا عندما استشهد الشهيد قاسم سليماني والشهيد مهدي المهندس في ساحات التحرير وساحات تشرين الم يعملوا حفلات وكانوا يسمونها حفلات الشواء وكباب المطار؟ ذولا مو عراقيين، ذولا مو عاشوا هاي المرحلة. ولكن تأثير الإعلام الغربي وتأثير السوشيال ميديا عليهم حقيقة سوت فد نوع من أنواع الديفليكشن، انحراف فكري. بالتالي احنا اليوم واجبنا مو يعني احنا ورّت عرس اسبوع ثلاثة ايام وينتهي الموضوع، ابدا يجب ان يكون لك عملية ضغط اعلامي متكامل ومخطط ومدروس يبدأ من المدرسة من الطفل. احنا الان هسه ما عندنا فد وضوح بالرؤية حتى بمناهجنا، مناهجنا التربوية أنت هسه أول ابتدائي ثاني الخامس السادس، ما تلاحظين أكو يعني مثلا نوع حقيقي كلام حقيقي عن حزب الله بالتاريخ؟ ما تلقي له وجود. يتحدث عن القضية الفلسطينية بس يأتي بال يعني بالجانب الآخر من القضية الفلسطينية، والله قاع وراحت وما أدري شنو. بمعنى أكثر دقة حتى هذه المناهج أنا أعتقد يعني عليها فيتو امريكي. يعني انا اتحدى الان كل وزارات التربيه العرب بما فيهم وزاره التربيه العراقيه ان تضع صوره للسيد حسن نصر الله. اليوم في النجف الاشرف سميت مدرسه باسم السيد حسن امتثالا لاستشهاد. هاي يعني نقول الحمد لله والشكر يعني لعله تحت ضغط الشارع كذا الى اخره، لكن احنا ليش ما نخطط استراتيجيا؟ احنا ليش نتعامل بشكل عفوي وانفعالي؟ انا عندي معركه والمعركه طويله الامد. يعني احنا مش 48 يعني مرحله مثل ما تفضلت اعداد العده للجيل القادم. احسنتي. الجيل القادم احسنتي. يحتاج تقنين لمن هو سيد حسن. احنا حسن الى دين على الكل. هو يعني لو تشوف اليوم اللقاءات ويا اللبنانيين يقول علمنا نبكي بصراحه نبكي على الامام حسين بطريقه سيد حسن، علمنا أحسنتي. المنهج علمنا شنو عاشوراء، سيد حسن الى فضل ودين علينا وهم ما مصدقين لحد هذه اللحظه باستشهاد. احنا هذا طريق الاستشهاد. اكيد اكيد. كنا يقين يعني بهذا الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج هو وعائلته هو يدرك أن هناك جيشا جرارا. نعم. ولكن أيضا هناك لحظة إدراك حقيقي أنه استمرار وديمومة الدين الإسلامي بدخول هذه المعركة. نعم. وبالتالي هو يعني ما راح للانتحار كما يوصفه البعض الأغبياء. نحن طبعا هم عندنا هواي عندنا أغبراء وعندنا ناس مستحمرين هواي يعني هواي مستحمرين تحكين وياي قلت والله شنو هو الحسين ليش هو ما يدري أكو معركة. أنا ذكر سلام الله عليه أبا عبد الله الحسين لقلة العدد، نشكو لقلة العدد لكن لن تمحو أمرنا. أحسنت. وبالتالي إحنا لحد الآن نحن هسه قاعد نسعى لقضية وأيضا قضية حزب الله باقية. باقية. وعلى الرغم من مثل ما تفضلت قلت إنه فرق بالتكنولوجيا وغيرها لكن أحسنت. مع إمكانيات حزب الله سنشهد انتصارات قادمة. الفرق سيدي الكريم الفرق بسيط بالنسبة لهم لكن بالنسبة لنا كبير. هذا الجند الإسرائيلي يعني بدليل اسمح لي سيدي الكريم صار عام كامل على محاولة احتلال غزة بالكامل لكن فشل الكيان الصهيوني. ما نسينا المسافة صفر، ما نسينا شجاعة حماس والإعلام العسكري موجودة الفيديوهات هسه ليش ما يتابعون؟ ما أنا في بداية حديثي قلت أكو تفوق جوي ولكن على الأرض ما يقدرون. طبعا ما يقدرون. بالتالي طيب. احنا شنو نقول بجزئية يعني بجزئية بسيطة
الإسرائيليين ما يفهمون أنه إحنا نمتلك عقيدة. نعم. هم عقيدتهم العسكرية يا بتعال أنت جندي مطوع أو مكلف تلبس لك سنتين ثلاثة تروح تقاتل، متيت حش السامع طبك مرض، ما متيت هاي انتهى دورك. إحنا نختلف، إحنا عندنا عقيدة، إحنا عندنا قضية، إحنا عندنا قضية، مو إحنا عندنا كلمة، والكلمة اللي أنت متأكد والقضية إحنا مرتبطة أحمد بثانة واحدة والقضية مرتبطة بالظهور، لا تحكي بواقعية. إحنا قضيتنا هسه يجي واحد حش السامع مستحمر يقول لك هذا وين جبنا أنتم هذا المهدي وين تشترونه وين لاقينا، هذا هو مستحمر ما له علاقة بي. أنا مؤمن بقضيتي كما غاندي مؤمن بقضيته وراح فاوض، وهو يعني جل الله السامع يذهب إلى البقرة ويعبدها. أنا مؤمن بقضيتي أن الله سبحانه وتعالى أعطانا وعدا موعودا أنني سوف أنتصر على الكيان الصهيوني شاء ما شاء وأبى من أبى، عربا كانوا أو غير عربا. هاي قضية ما يفهم الكيان الصهيوني، وبالتالي هو يتخيل أنه يمتلك التكنولوجيا. صحيح التفوق الجوي أنا أعترف وأقول لي صحيح، لكن على الأرض إذا هو بخير خليه يتفضل. ما هو قلناها إحنا لو رادوهم قبل ما يعني ودوا طيارة، وبالتالي هذا طريقة استشهاد كل القادة. دكتور فوزي أكيد أنت معنا وسمعت كلامنا وتعليقنا على المقاومة، هل ستزداد قوة؟ هو حتما أن الفعل المقاوم هو فعل سليل التاريخ، وهو نتاج طبيعي لحركة الإنسان في التحرر، وأن حتى في القانون الوضعي ومنظومة حقوق الإنسان هي ضامنة لحق الشعوب في المقاومة وفي رفض الاستعمار. ونحن نعلم أن هذه المقاومة قامت ونهضت لتضع حداً لمظلمة استثنائية في التاريخ، هذه المظلمة متمثلة في وضع حد لآخر مظهر من مظاهر الاستعمار الحديث والمعاصر المتمثل في الكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية التي زرعت بطريقة غير طبيعية في جغرافيتنا ولا تنسجم تماما مع سياقنا التاريخي ولا مع دلالاتنا الحضارية. وعليه فإن شرع حقوق الإنسان وحتى القوانين الناظمة للأمم المتحدة كانت تجرم الصهيونية وتدين الصهيونية وتعتبرها حركة إرهابية. لذلك فإننا ننطلق من قاعدة شرعية ومشروعية معا، وأن هذا الحق هو حق طبيعي، حق إلهي، حق رباني، ولا يمكن أن يسلب منا منه أحد حتى ولو تكالبت علينا الدنيا. ونحن نعلم أن صراعنا مع صراع المقاومة مع الكيان الصهيوني ليس إلا صراع مع أداة وظيفية، لأن الصراع الحقيقي هو مع ليس مع الوكيل بل مع الأصيل، وهذا الأصيل هو الغرب الاستعماري الاستكباري الإمبريالي المتوحش الذي لا يريد أن يضع حدا لعدوانه علينا وعلى شعوبنا وعلى قيمنا الروحية والثقافية. لذلك فنحن في سياق طبيعي تقره الأديان والأخلاق والمواثيق وحتى القوانين الوضعية، نحن في وضعية دفاع شرعي ومشروع عن الذات وعن وجودنا، وأن حربنا مع هذه الغدة السرطانية هو حرب وجود وليس حرب حدود. نعم. وهي مشرعة على كل الاحتمالات. لذلك فكل لا يمكن لنا تصور سيناريو بعينه ولا أفق محدد، فكل شيء ما يعني ممكن، ولأن السبيل لوضع حد لهذه المظلمة وهذه المفسدة العظيمة التي لا نظير لها على مر التاريخ إنما يكون بموقف عظيم، وأن ما نعتبره اليوم يحدث هنا وهناك في مختلف ساحات المقاومة ووحدة الساحات المقاومة إنما نعتبره بمنطق عقدي، هي مقدمات ضرورية لظهور الحق، وهي ممهدات تاريخية ومقدمات ضرورية
انبثاقي الحق حتى نضع حدا نهائيا ليس لهذا الكيان بل لكل مظاهر الظلم في العالم. لذلك علينا أن نعيد قراءة هذا العنوان العقدي قراءة عميقة، قراءة راهنة، لنعلم أن السبيل المهدوي ليس سبيلا مذهبيا أو طائفيا، وليس له حدود جغرافية أو قضية مرهونة شعبويا، بل هو خيار إنساني ليقيم العدل ويضع حدا للفساد والإفساد. الظهر الفساد في البر والبحر بما أيدي الناس، وأيدي الناس هنا هم هؤلاء الغرباء، هؤلاء المفسدون الذين خاربوا الحجر والبشر وتنكروا القيام. لذلك فإن الحساب مفتوح وحربنا معهم دون أسقف، وأن الميدان هو الذي يحدد طبيعة المراحل القادمة والردود الممكنة. لذلك نحن على ثقة برجال الله، نحن على ثقة بالمقاومين وبالشرفاء. دكتور فوزي لو سمحت لي تعليقكم. دكتور فوزي، فإن مقاومتنا تنتمي لأرضها ولجغرافيتها ولتاريخها، وأن لها حاضنة شعبية وحاضنة تاريخية وحضارية، وبالتالي إن النصر حتمي مهما كانت دكتور فوزي لو سمحت لي دكتور، ومهما كانت هناك عثرات هنا وهناك. نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: تضرر المدنيين سيكون أكبر من غزة إذا قرر نتنياهو مهاجمة ترسانة حزب الله. إذن هذا اعتراف حتمي بأنه الاستهداف هو استهداف لمدنيين. كيف تقرؤون هذا الخبر في نيويورك تايمز؟ نيويورك تايمز هو ليست إلا وسيلة إعلامية غربية خبيثة، صح. وهي لا تقول إلا نصف الحق، وهي بالتالي لا يمكن أن نستأنس بها. فوراءها دوائر استعمارية استخبارية، دوائر استكبارية، ولا تذكر إلا ما يحقق السياسات العليا والأهداف الكبرى للاستكبار الأمريكي والغربي والصهيوني بالمنطقة. لذلك أنا لا أستأنس بهذا، ولا تقدم حقا ولا حقيقة، بل إنما ذكرته ليس إلا مسألة طبيعية. فإن الرد الطبيعي على هذا الدمار للضاحية وللبنان ولمختلف الأماكن اللبنانية لإيذاء الحاضنة الشعبية سوف تكون له ردود بمستوى انتظارات، ليس الانتظارات الشعبية بل الانتظارات الاستراتيجية، لأن الميدان والرجال الميدان والخبراء العسكريين هم الذين يحددون. نعم دكتور فوزي، سأعود لك. اللازمة. نعم. وهنا سأعود لك دكتور فوزي. إلى أننا يجب أن نحذر من الطابور الخامس. هذا الطابور الذي تروج له ليست الأدوات وسائل الاقتصاد المعلومة عالميا، بل وسائل عربية مثل القناة العربية الصهيونية ومثل الحدث الإمبريالية وغيرها من هذه القنوات المسمومة، بل أن هن بعض القنوات التي تدعي المهنية مثل الجزيرة، فهي دكتور فوزي احنا الوقت ادركنا. شكرا جزيلا لك دكتور فوزي العلوي من تونس، باحث ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك. اكيد استاذ احمد هسه عنت المقاومه الاسلاميه عن هجوم هدف حيوي في ام الرشاش في ايلات بواسطه الطيران المسير، اذا هي على نهج سيد حسن، وان شاء الله باقي نهج سيد حسن، وان شاء الله قطعا سننتصر. استاذ احمد المياحي باحث بالشان السياسي، شكرا جزيلا لك. دعوتكم الكريمه. الله يحفظكم. وصلنا الى ختام التغطيه، شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى اللقاء.